مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من مبسوطين مع هلا اليوم الاربعاء بكره الخميس بنختم كمان اسبوع بهالسنه الجديده على امل طبعا تحملنا دائما بطياتها كل ما هو خير تحياتنا لكم جميعا في الاعداد والتقديم معكم بسيم تحيات لطاقم قناه هلا اللي بتعب معنا دائما لنكون عندكم باحلى صوت واحلى صوره ونبدا فقراتنا نستغل كل ثانيه بهالبرنامج مبسوطين مع هلا راح نحكي عن مثل دائما بالامثال في هناك رسائل فكثير ناس يعني ما بنقول اهلا وسهلا لهن فايتين فبقول المثل اتحكنا له اتحكنا له وما كذب المثل في مرات يعني تفضل الا هن جايين وبطلب بدهم يروحوا وكثير ناس بتقول انه الفتره الماضيه يعني يوم الاثنين كان معنا مثل حكى عن الكل لانه كثير مرات بيكون الضيف مش حاسس انه مثلا تقلها على اهل البيت لانه اليوم الكل يعني عصر السرعه الكل بده يستعجل الكل بده يروح على شغله الكل عليه يعني التزامات فبلاقوا صعب احنا نيجي بعاداتنا وتقاليدنا نقول للضيف يا ضيفنا يعني شوي خفف عنا صعب بزعلوا دغري وهي بحكي لكم بصراحه بيقولوا بالعرب الدارج بالمشبرق يعني بصراحه بنحكي بالصراحه راحه فالمثل اليوم يعني مرات احنا من ساير ناس بنقول تحكنا له فات هو وعياله برقم واحد اتحكنا له فات هو وحماره برقم تنين اتحكنا له فات هو وجماله برقم ثلاثة شو رايكو؟ وهذا مثل طبعا فيه كتير رموز لكتير ناس متضايقة من ناس ما بيقولوا لها تفضلي أو تفضل إلا هن قاعدين أسابيع كل يوم كل يوم كل يوم الرقم 0583924051 وبفكر انه من خلال الامثال ممكن نوصل لكثير فرح اهم شغله بهالفتره لانه كثير ناس فايته هيك باكتئاب بلاقي الوجوه ما في هيك ابتسامات شفافه في كتير اكتئاب بوجوه العالم لاحظوا بالسيارات لما تكونوا بحركه سير اطلعوا هيك شمال ويمين وشوفوا مع الانتباه طبعا للمشاه والسيارات اللي قدامكم او جنبكم انتبهوا للي وجوهن عابسه يا جماعه زادوا زادوا بهالفتره كثير فاحنا هون بقناه هلا بنحاول قدر المستطاع من خلال لو يعني طاقة بسيطة بين الموجة المفتوحة والبرنامج الإخباري هذا اليوم نعطيكم شوية فرح ابتسامات طاقة إيجابية مهمة خاصة بهالفترة اللي إن شاء الله تخلص بسرعة على كل حال خلينا نشوف مين بعت لنا عم بيبعتولنا لنا أمثال كمان بدي أشكركم اليوم في أكم مثل كمان من مشاهدين بدي أشكركم كمان من خلالها من الحج أبو حسام حج يحيى من الطيبة الرقم صحيح أول إجابة صحيحة بتوصلنا من الطيب اليوم من الناس الاطياب والحج ابو حسام الحج يحيى وكل المشاهدين والمشاهدات لقناه هلا أطياب وين ما كنتوا بدي أشكركم جميعا على الرسائل اللي بتوصل حتى بعد البرنامج يعني بشوفها من خلال تحضيرات البرنامج قديش فيها محبه نابعه من محبتكم لقناه هلا هالقناه قناه التوعيه احنا بنقولها وفاء حسن الجواب صحيح تحياتنا الك وفاء ايضا عنا هنا حدا واقع بالفخ هند شربيني من الناصري مبسوطين مع هلا اكيد ولكن بدك تغيري الرقم يا هند يعني تحكنا له بيقول المثل تحكنا له قلنا له اهلا وسهلا تحكنا له ابتسمنا له حتى مرات فات هو عياله فات هو حماره فات هو جماله بدكم تختاروا الكلمة المناسبة وكثير ناس بتبعت لي إنه المثل على الوجع هيك ممكن إنه نوصل هالرسالة لكل اللي بيضلوا عنا صباح ومساء زي ما قالت فيروز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من القدس كمان الحج عثمان وزوجته أم العز بدران اتحكنا له كمان بالقدس أو بسلوان سايرناه شوي أو سايرناها شوي نطت فاتت هي وعيالها هي وحمارها أو هي وجمالها وبتنفع على الطرفين مزبوط جوابك الحج عثمان أبو محمد من سلوان من القدس تحياتنا لسالم سلامي من المغار اهلا وسهلا وزوجتك كمان جوابك صحيح 100% بدي أعذر طبعا بالحلقه الماضيه في كتير رسائل ما وصلت الا بعد البرنامج يعني عشان هيك اعذرونا اللي بيكتب لنا انه ما قلت اسمنا ما طلع اسمنا ولو بفقره واحده فمرات شو بصير انه بتوصل رسائل سريعه بعد البرنامج ما ينتهي بتوصل كل الرسائل مره واحده كمان ما يعني اضافه للرسائل اللي وصلت فاعذرونا دائما بنحب الكل ومن ومنحب نذكر كل اسماء المشاهدين والمشاهدات عواطف كيال ام محمد من المكر تحكنا له فات هو لا يا عواطف بدك تغيري المثل بيقول تحكنا له فات هو عياله تحكنا له فات هو حماره برقم تنين تحكنا له فات هو جماله كلهن برقم ثلاثة فعواطف كيال ام محمد من المكر غيري وارجعي لنا اهلا وسهلا فيكي وتحيات لاهل المكر ام فوزي من القدس جواب صحيح يا ام فوزي ومعروف وكثير عم بيكتبوا لي انه حكيت عنا لانه مش قادرين نقولهم مستحيين في مرات بيكون نوع من الخجل انه نيجي احنا مثلا كل واحد من مثلا جيراننا في جيران كل يوم كل يوم كل يوم موجودين عنا فاحنا بنكون متضايقين من هاي الشغله لانه فيها شويه احراج انه يعني حجز حريه مرات ومش عم بسمع بجيراني اكيد لا ولكن حجز حريه لكثير ناس مش مش قادرين مش قادرين يقولوا يعبروا انه هاي عم تزعجنا هالعادي فجبت المثل اليوم ليحكي عن كثير من المشاهدات والمشاهدين وعم بشكروني عم بشكروا قناه هلا على انه عم نحكي عنهن وبنسمع كلام ممكن لناس مضايقتهن سهام من حيفا بدك تغيري يا سهام بدك تغيري كمان بحيفة معروف المثل وفي كتير ناس بتقول لك والله المثل على الوجع اجى اليوم زهيره من كفر كنا جوابك صحيح زهيره وان شاء الله ما حدا يزعل طبعا من اللي بضلوا احنا بنقول بالعرب الدارج يخشقوا يعني كيف يخشقوا يعني كل يوم ما بنفتح الباب الا هالجاره عنا الا هالجار عنا الا ابن الجاره عنا تحياتنا لكثير ناس طبعا الاتصالات مش موجوده يا جماعه فقط عن طريق 058 392 4051 رسائل على الواتساب رسائل فقط على تطبيق الواتساب اتحكنا له وائل صفوري من بلده الرين بدك تغير يا وائل وقعت بالفخ فات هو وعياله اتحكنا له او ابتسمنا له فات هو حماره ابتسمنا له او اتحكنا له فات هو جماله وعليكم السلام احمد زعبي من الطيب الزعبي تحياتنا لك يا احمد دائما بعد الموج المفتوح البرنامج خاصة بفترة الحرب بدك تغير الجواب غير الجواب يا احمد زعبي وارجع لنا تحياتنا لكم يعطيك العافية سارة سير فعور من شعب كمان بدك تغير عم تختاروا الكلمة المش مناسبة اتحكنا له فات هو عياله اتحكنا له او ابتسمنا له فات هو وحماره برقم تنين اتحكنا له فات هو وجماله يسعد مساك وشكرا ونجاح صبح من شفا عمر بدك تغيري يا نجاح وتنجحي بالاختيار من شفا عمر رولا ابو خلف من كفر كنا تحيه لقناه هلا مبسوطين كثير مع هلا وطبعا اتحكنا له جواب صحيح بالنسبه لبدايه البرنامج احنا بنقول بعد الموجه المفتوحه يعني وين انت بتنتهي الموجه المفتوحه عم تسألوا طبعا انه ليش مش على الخمسه بس تنتهي الموجه المفتوحه مع ضيوفنا احنا موجودين فاهلا وسهلا فيكم جميعا للي بيسال طبعا شكرا إلك رولا ابو خلف مثل الفل والياسمين هند شربيني من الناصري الرقم اللي اخترتيه ضل عليك الثالث ثابت بالضبط زي ما بقولوا فغيري وارجعي لنا يا هند ميس الكريناوي من راهط كمان بدك تغيري يا ميس له يعني كثير مرات بنعطي وجه احنا بنقول في الوجه بده يكون مبتسم يعني دائما اليوم تحكنا له لهالانسان شاف انه احنا مبسوطين مش بس مع هلا مبسوطين بوجوده فتحكنا له فات هو عياله برقم واحد فات هو وحماره برقم تنين او فات هو وجماله برقم ثلاثة فانتوا ما تضحكوا كتير للناس يعني حتى مرات اليوم بيقول لك بلاش تقول تفضلوا يعني مرحبا اهلين اتفضلوا بقول لك هي انا جايين ممكن انت تكون مشغول وزتيت الكلمه زت يعني مش قاصد انه يتفضلوا مع انه اكرام الضيف واجب بعوايدنا طبعا حلا من المشهد تحياتنا إلك حلا السؤال او المثل بيقول اتحكنا له فات هو عياله برقم واحد اتحكنا له فات هو حماره برقم تنين اتحكنا له ابتسمنا له حتى فات هو جماله برقم ثلاثه فكري واختاري تحياتنا إلك حلا من المشهد متابعين عنا كثير طبعا عم بيبعثوا لي امثال وكثير فقرات فيها امثال من مشاهدينا اليوم كمان نجله مرعي جوابك صحيح من الفريديس وكثير ناس عم تكتب عن جد يعني الإشي حلو انه قديش هالمثل بريحنا احنا من الخجل مرات كتير ناس بتقول لك مش عارفه اقول لجارتي هاي كل يوم كل يوم كل يوم يلا حطي الغلايه هياني جاي طب بركي انا مش فاضي بتقول الجاره الجاره عم بتقول هيك فانت بتقول حكيت اليوم عنا عن مشاهدي قناة هلا حكيت عنا اليوم وممكن انه يستفيدوا الناس يعني يقول لك كروفر جيت اليوم بلاش بكرة وبعد بكرة غيب زي ما كان معنا مثل بالحلقة الماضية غيب عن العين بتحلى بالضبط هيك تهنئة من العم جميلة ام ريم من عرب الحلف إلى زوجة الأخ نور الدين بمناسبة خروجها من المستشفى الحمد لله على السلامة جميلة ام ريم بدك تغيري الرقم كمان يعني تحكنا له فات هو وعياله برقم واحد فات هو وحماره برقم تنين أو فات هو وجماله برقم ثلاثة عايدة بطحيش من الناصر جوابك صحيح يا عايدة وكتير مرات إحنا بنقول يعني تفضل بلاش هالكلمة لأنه تفضلوا بصيروا كل يوم بدن ييجوا صحيح فتحكنا له فات هو وعياله اتحكنا له فات هو حماره برقم تنين او اتحكنا فات هو وجماله برقم ثلاثه، سميره مسعد من عكا الجواب يا سميره بدك تغيريه، مساء الخير والورد كمان الك، شكرا سميره، غيري الجواب واختاري كلمه من الثلاثه الموجودين عندنا غير اللي اخترتيها، رقيه سمري من الجديده جوابك صحيح يا رقيه، في كثير ناس انا بقول يعني برايي المتواضع في كثير ناس مقضيين مع المثل، لانه كيف عم بشوف رده الفعل والله كلامك صحيح والله هالكلام هالمثل اجى بوقته لانه كثير احنا بالمجتمع العربي خاصه بهالفتره في كثير ناس ما بتشتغل فكثير ناس بتقول لك يلا بروح عند جارتي بشرب فنجان القهوه بروح عند جاري بس مرات الانسان بده خصوصيته مثلا بده يقعد لحاله فهذا المثل اجى لي يعني يقول للناس انه يا جماعه كروا فر بلاش كل يوم كل يوم كل يوم بالضبط لانه في ناس متضايقه مش قادره تحكي فاجيت انا اليوم بمبسوطين مع هلا أحكي عن كل المتضايقين والمتضايقات بمجتمعنا مساء الخير نوف ماجد من طوبة الزنجارية لا بدك تغيري يا نوف بدك تغيري كلكم رحتوا على الكلمة الخطأ حلو تحكنا له فات هو إم عبد الله من كسال كمان غيري إم عبد الله وارجعي لنا وبعد شوي بعد شوي راح أخ... أحذف إجابة من الإجابات وهيك أنتم بتكونوا بالطريق الآمن ختام إم محمد جبالي فات هو لا كمان انتبهوا كتير خلينا يا جماعة ببدايه هالبرنامج اليوم نحذف كلمه عياله رقم واحد مش موجود لانه الاغلب الاغلب بمجتمعنا اتحكنا له فات هو وعياله، لا قيموا عياله على جنب ضل عليك وتحكنا له فات هو حماره برقم واحد اتحكنا له فات هو جماله برقم تنين خليل عكري وامينه حجازي من كابول وتمره حذفنا عياله يا جماعه لانه عم بلاحظ انه الظاهر كيف انا لاحظت الاغلب بيجي هو عياله الصبح عندهم لهدول اللي عم يبعثوا لي عياله بالضبط هيك يسرى ابو ريه من سخنين جوابك صحيح يسرى وسامع المثل بتقول اكيد كلنا سامعين المثل لانه مثل قديم يعني ما جبت من بيتنا المثل من اجدادنا كتبوا هالمجلدات من الامثال حتى نستفيد احنا ونفيد كمان بال2024 شوفوا قديش المثل بمكانه يعني كثير مرات بقول انا مستحى اقول لهم مثلا كل يوم عم تيجوا كل يوم كل يوم ممكن يزعلوا انه انت صريح كثير شو زعلتنا بطلنا نيجي كروفر جيتوا اليوم مثلا بلاش بكره وبعد بكره تعالوا مثلا يوم السبت الصبح الحد الصبح حلو بس مش كل يوم كل يوم كل يوم فتحكنا له يعني قلنا له تفضل او قلنا لها تفضلي فات هو وعياله حذفناها فات هو وحماره او هو وجماله منتهى من عكا الجواب بدك تغيري طبعا لانه حذفنا جواب اللي هو عياله مش موجود معنا لبنى فهوم بعد ما حذفنا عياله شو بتفكري يا لبنى؟ فكري فكري لانه حذفنا كلمة عياله، رقم واحد مش موجود معنا. ام سليم من ترعان تحياتنا إليك كمان ام سليم بعد ما حذفنا عياله كل الناس اختارت عياله لانه احنا بالمجتمع العربي انا بلاحظ قول لحدا تفضل بيجي هو عياله بالضبط هيك يعني ممكن ولكن زمان كان إشي ثاني هو حماره او هو جماله. واحدة من التنتين اتحكنا له رنا زعبي من قرية الدحي شو رح تختاري بعد ما حذفنا عياله كمان هون عواطف كيال ام محمد بدك تغيري بدك تغيري وتختاري كلمة تانية اسماء الياس من البعني جوابك صحيح اسماء مية والمثل معروف بكل المناطق طبعا لانه ام حسام ام حسام من ابو سنان جوابك صحيح ام حسام خاصة بعد ما حذفنا هو عياله ضل عليكو او هو حماره لما تحكنا له فات هو حماره أو تحكنا له فات هو جماله برقم تنين كرم علي الصالح من شفا عمر مية الجواب أكيد يعني بعد ما حذفنا عياله صارت أسهل سهام من حيفا بعد ما حذفنا عياله شو بتختار يا سهام أضرب بسهم على حماره أو على إجمال واحدة منهن وإن شاء الله تكوني صايبة هناك طبعا عدنان أهلا وسهلا بعدنان عدنان زعبي من آه غادة أولا غادة من تمرة الزعبية الرقم اللي اخترتيه بدك تغيريه، عدنان فايز زعبي لا يا عدنان بعد ما قلنا مش عياله ضل عليك إحماره أو جماله بدك تختار منهن غير يا عدنان وارجع لنا، اضحكنا له جواب صحيح، وائل صفوري من الريني جوابك صحيح يا وائل 100% الكلام، أيضا عندنا هون حدا بده يغير نجاح صبح من شفا عمر غيري بهالمسا يا نجاح وانجحي بالضبط هيك لانه المثل بيقول ضحكنا له مرات حتى ابتسمنا له انا بصير اقول يعني ابتسامه بسيطه قلنا له تفضل فات هو حماره او فات هو جماله كلمتين عندنا شكرا شكرا على الكلام الحلو سعيد اهلا وسهلا فيك سعيد من اللد سعيد شو جوابك يا سعيد ما كتبت لنا اكتب لنا بعد معنا وقت للفقره الاولى اكتب لنا لانه معنا فقرات كمان حلوه اجابات صحيحه عنا هون هند شربيني من الناصري بعد ما حذفنا الرقم واحد اللي هو عياله عرفتي توصلي بسرعه خلونا نتابع ونشوف ميس الكرناوي من راهط لا يا مايس ضل عليكي واحدة من التنتين يا هاي يا هاي اتحكنا له او ابتسمنا له فات هو حماره برقم واحد او اتحكنا له وابتسمنا له فات هو جماله كثير مرات ودلالة المثل يعني فيه رمز كتير كبير انه اذا شوي اليوم بتعطي وجه احنا بنقول وجه مبتسم يعني او ضحوك بتعطي وجه لحدا بحس انه انت مبسوط منه كل يوم حضر القهوه يانا جايين حضر الفطور هيانا جايين فمرات الانسان اليوم بعصر السرعه ولما تكونوا انتم مشغولين مش قاعدين مشغولين بشغل صعب انه كل يوم بدك اهلا وسهلا تفضلوا مرات احنا منساير طبعا لانه مجتمعنا عودنا طبعا عاداتنا وتقاليدنا من واحنا صغار اكرام الضيف واجب اي ضيف بيجي اكيد من ضيفه فنجان القهوه ومرات اذا بتكون القهوه حاضره بنقول له قهوه اهلا وسهلا يعني مش انه قهوه ويلا كثير مرات بدنا احنا نحترم الضيف ولكن اليوم بشوف انا مثلا الازواج الشاب اللي بتركض هي بتركض وهو بركض مع الاولاد بدهم يشتغلوا بلاحظ انه بطلت هاي العوائل يعني بقول لك انا اليوم شوي مستعجل بالضبط الصراحة راحة لأنه راحة للكل فأنتوا كمان خفوا عنهن يعني إذا كتير مستهديين كل يوم كل يوم كل يوم لازم أشرب أنا فنجان القهوة عند جاري بلكي هو مش فاضي فأنتوا كمان كونوا مزوقين خذوا بعين الاعتبار أنه اليوم الحياة تغيرت مش زي زمان إكرام الضيف واجب لما بيعزموكوا أكيد أهلا وسهلا من بدلكو أحلى طاولة ولكن كل يوم كل يوم كل يوم صعب يعني بصير الاشي روتين والروتين قاتل يا جماعة الروتين غيروه ضحكنا له فات هو صحيح الكلام سناء من ترعان مية بالمية كلامك سناء وان شاء الله يكون كلامي يا سناء خفيف على كتير ناس ممكن تزعل لانه في كتير ناس بتقول لك ايه بدوش يستقبلنا مثلا بس هو مش فاضي او هي مش فاضية عندها شغل بدها على شغلها بدها تلبس اولادها للمدرسة فانت جيتي بعز الشغل بعزة الضغط وكثير ناس عم بيكتبوا لي لو تشوفوا الرسائل اللي عم توصل لا هاتف قناه هلا زي ما شايفين عم توصل رسائل انه عن جد كلامك عم تحكي عنا مش قادرين احنا نحكي يزعلوا منا مرات اقرب الناس جيران بيكونوا مثلا اخوه خيات اللي هو جيران كثير مرات بيكونوا متضايقين مش قادرين يحكي انه كل, كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم جاي ونازله كل يوم نازل عنا طالع عنا بالضبط هيك، حسب أي طابق كمان، ففرح منشف عمر جواب صحيح، تحكنا له يا فرح فات هو حماره أو فات هو جماله، فالكلام يعني إن شاء الله يكون إنه هالرسالة لو فيها شوية زعل مرات، بس بعد الزعل بيقولوا والله كلامه صحيح هالمثل، لأنه اليوم الناس مش زي زمان، زمان كانوا وقت الحصاد ووقت الزرع يشتغلوا وبقيه السنه تفضل يا جارنا ميل يا جارنا تعالي يا جارتنا اليوم تغير الوضع اليوم عم بشوف انا من الساعه ستة ونص الصبح بترن هالساعات بشوف الناس بوصلوا اولادهم على المدرسه بدهم يروحوا على شغلهم والام بتشتغل والابو بيشتغل والحما حتى بتشتغل والحما بيشتغل كلهم بيشتغلوا فبطلت هاي الاعداد الا بايام العطل حلو بايام العيد ليش لا فخلوا انتم زياراتكم يا جماعه على الخفيف على الخفيف هيك ما حدا بتضايق منكم وكل ما تبعد عن العين زي ما حكينا بحلقه يوم الاثنين بتحلى بتصير احلى بقول لك اشتقنا لك تعال اما مش كل يوم كر وفر يعني حتى الناس اللي بنحبهم يا جماعه عن جد مرات انا بقول كتير بحب كل يوم اروح عند هدول الناس بس حلو كمان انه تكون انت كانسان مزوق ليش كل يوم كل يوم كل يوم بزهقوك يعني بتصير انت يلا اجا وراح أجل بتبطل لك قيمه حتى فعشان هيك انتم كمان كروا فر يا جماعه حلو الانسان حبيت اروح انا مثلا بنهايه الاسبوع اشرب فنجان هالقهوه مع انه اليوم بطلوا يعملوا غلايات كلها كبسه صحيح بطلت غلايه القهوه نشم غلايات القهوه على النار كله كبسه يلا تشرب بكبس لك هالكبسه بقول لهم إن انا بشربش الكبسه بدي غلاي بحب الغلاي انا وتكترو السكر بالضبط هيك ضحكنا له فات هو كلام صحيح آمني من الريني كلامك صحيح يا آمني قديش بهالمثل كشفنا على شغلات عشان هيك لما نقول توعية بأي مثل في توعية بنعمل عليها محاضرة يا جماعة محاضرة لألف طالب ممكن يستفيدوا كمان وألف أهل كمان يعطيك العافية فاطمة سير وفعور من شعب جوابك صحيح يا فاطمة والمثل كمان بشعب يعني كتير ناس بقول لك هالشعب تعبنا لانه مش عارف مش عارفين نقول له شغله بدون ما يزعل وكثير ناس بتزعل عن جد يعني اليوم بلاحظ حتى قضيه الزعل بالطول مرات بقول يعني ما يعني قلنا لهم انه مستعجلين بهم مش زعلوا مثلا ما اجوش عندنا شهرين فلما الانسان بزعل من الصراحه بعود بفكر بقول لا والله كلامه صحيح ومريح بالضبط هيك عدنان سعيد من الناصري جوابك صحيح يا عدنان وان شاء الله ان شاء الله يا عدنان انه يكون في سمع لهالمثل لكل كل اللي بش بشاهد قناه هلا لانه كثير ناس بتقول لك والله فشيت غلنا لي والله حكيت عنا في عنا جار بس بيش اقول اسماء احسن نعمل طوش بين الحارات يعني بقولوا لي هناك انه عن جد حكيت عنا جميله امرين من عرب الحلف الرقم اللي اخترتيه بدك تغيريه وبدنا نطلع فاصل بعد الفاصل بدنا نشوف ضحكنا له فات هو حماره او ضحكنا له فات هو جمالي خليكم معنا مشاهدينا بعد الفاصل لنواصل الفقره الثانيه صارت جاهزه ولكن قبل هيك مثل ما منوعد دائما بنوفي بناخذ كم تفاعل عشوائيا رائده من قريه 2 ضحكنا له بتقول فات هو وجماله، بعد شوي رح نكشف إذا صح ولا لا، خليل عكري وأمينة حجازي من كابول وتمرة ضحكنا له فات هو حماره وهذا الكلام الصحيح فتحياتنا لكل اللي اختاروا ضحكنا له فات هو وحماره، هيك قال المثل وما كذب. المثل الثاني وأيضاً عندنا أروى محمود شرارة من الناصري جوابك صحيح، الليل السعيدة يا جماعة يعني دائماً بيقولوا الليلة الحلوة، الليلة السعيدة، الليلة اللي فيها فرح بتبين من الصبح بتبين من الظهر او بتبين من العصر في كثير ناس بقول لك من فيق من النوم بنعرف انه الليله راح تكون حلوه مثلا كثير ناس بيقولوا من فيق الصبح بنعرف انه الليله بدها تكون مثلا شتاء في ناس بقول لك لا من فيق الظهر بنعرف انه الليله بتبين من الظهر الليله السعيده بتبين من العصر حسب فانتوا شو بتقولوا مشاهدي قناة هلا 058 طبعا 392 4051 بدنا نعرف كمان المثل الأول كشفناه هون مش رح نحذف ولا إيجابي ولكن أنتوا عليكم تختاروا الصح لأنه الليلة السعيدة أو الليلة الحلوة اللي إحنا بنتباشر فيها بنتفائل فيها بيقولوا مثلا عازمين عندهم عزيمة الليلة حلو الليلة السعيدة بتبين من الصبح بتبين من الظهر او بتبين من العصر كنا نقول دائما اي وقت لو الصبح او الظهر او العصر تقدروا تعزمونا فبتبين الليل السعيد بالضبط هيك للي بيحبوا يعزموا طبعا فالليل السعيدة بتبين من الصبح الليل السعيدة بتبين من الظهر او الليل السعيدة بتبين من العصر كثير ناس بيقولوا حسب ابو العبد من يافت الناصري الرقم اللي اخترته صح طبعا بالنسبه للمثل الاول اتحكنا له فات هو ام سليم من ترعان كمان الرقم صحيح خلينا نشوف بالنسبة للمثل الثاني استنتقلنا لمرحلة ثانية عندنا هون رنا زعبي من قرية الدحي جوابك صحيح على المثل الأول شو مع المثل الثاني يا, إيه، يا رنا أيضا عندنا هون أم محمد من الفحم أهلا وسهلا أم محمد صعب نسمع الرسائل الصوتية المسجلة بدك تكتبي لنا على تطبيق الواتساب فقط على 0583924051 واحد بيبعتوا لنا مرات تسجيلات صوتية صعب نسمعها طبعا خاصة خلال البرنامج سليم نخلي من الشمال من العين قينيا من الجولان اتحكنا له يا سليم نخلي فات هو حماره هيك قال المثل فهالمثل هو رمز يعني حبيت أشرح اليوم المثل كتير من خلال الفقرة الأولى رمز إنه الناس اللي بتنعطى وجه مرات بيصيروا كل يوم بدك تلاقيهن عنا أو عند جيرانك بالضبط هيك فتحكنا له فات هو حماره هيك قال المثل سميرة مسعد من عكا جوابك صحيح لنا بالمثل الثاني يا جماعة الليل السعيدة بتبين من الصبح الليل السعيدة بتبين من الظهر أو الليل السعيدة بتبين من العصر شو رايكو؟ مساء الخير نوف ماجد مسنور النور من طوبه زنجريه اتحكنا له فات هو وحماره اكيد عرفت الجواب وكمان عندنا ابو ايهاب لطف خلايلي من كفر مندا عرفت انه الجواب هو وحماره مش هو وجماله فكلنا ابو ايهاب بالمثل الثاني الليل السعيدي الليل السعيدي او السهره السعيدي او الامسي السعيدي بتبين من الصبح بتبين من الظهر او بتبين من العصر منتهى من عكا جوابك صحيح على المثل الاول ايضا مساء الخير لك ولكل طاقم قناه هلا ايميل سمعان من الناصري اتحكنا له يا إميل فات هو وحماره ما كذا بالمثل عندنا كمان شمس عجمي من جد الجليل هو وحماره هيك بتقول الامثال الشعبيه يا شمس وعنا كمان هون حمده زرعيني اهلا وسهلا فيكي حمده بدك تغيري طبعا بالنسبة للمثل الأول أكيد عرفتي أنه هو وحماره عواطف كيال جوابك صحيح من المكر أم محمد فكرينا بالمثل الثاني عواطف الليل السعيدة عن جد مرات أنا بقول والله كلام صحيح من الصبح بتبين من الظهر بتبين أو بتبين من العصر فكروا طبعا نجاح صبح نجحتي أكيد بالمثل الأول انجحي بالمثل الثاني من شفا عمر عدنان فايز زعبي أكيد 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 كلامك صحيح 100% يعني بقول الوقت تغير اليوم تحكنا له عن جد كلامك صحيح يا عدنان فايز الزعبي زمان تحكنا له فات هو حماره اليوم تحكنا له فات هو سيارته سكر علينا بالضبط هيك بالضبط حلو ف حلو جوابك وكثير ذكرتنا انه الوقت تغير العصر تغير كان يجي الانسان على الحمار اليوم بيجي سياره طبعا وبسكر على كل الحاره خاصه اذا كانت سيارته كبيره ممكن يسكر على اربع خمس سيارات ويبدأ طبعا يزمروا. لبنى فهوم جوابك صحيح يا لبنى؟ اكيد اكيد يعني كانوا زمان يجوا على الدواب على الحمار مش على جماله، شو بده بجماله جار على حماره فضحكنا له فات هو وحماره، اليوم ضحكنا له بقول لك افتح البوابه جيت انا وسيارتي بالضبط او ترك عنده ممكن. ام ادهم من شفا عمر عرفتي انه الجواب هو حماره المثل الثاني بدنا نشوف مين اول اجابات صحيحه على المثل الثاني الليل السعيد يا جماعه بيقولوا من اول النهار بتبين من الصبح او بنص النهار بتبين من الظهر او باخر النهار بتبين من العصر ففكروا انتوا ام اسماعيل حامد مع كل الاحفاد من الناصري اتحكنا له فات هو حماره وعن جد عن جد عن جد هذا المثل بتقول مثل مميز لأنه كتير بتصير معنا ممكن أنه تحكنا له أول مرة صار كل يوم شو يا أم إسماعيل مع غلاية القهوة يا جايين طب أم إسماعيل مش فاضية مثلا أنا بحكي عنها وهي بتقول صحيح الكلام لأنه مرات مثلا الإنسان مش فاضي زي كل يوم مرات بيكون عنده وقت فراغ مرات لا فحلو الإنسان ما يزعل من هاي الأمثال لأنه هذا المثل كتير أجل لتوعية ناس ما عندها مثلا تفكير انه هدول ممكن يكونوا مثلا مشغولين الصبح عم بلبسوا اولادهم بدقوا على الباب تفضل الا هن واصلين سالي وديع فرسان محاجني من ام الفحم عرفت المثل طبعا وجوابه حلا عيسى من المشهد ضحكنا له يا حلا فات هو حماره مش جماله اكيد فكروا لنا من الجمال والحمار فكروا لنا بالليله السعيده بتبين من الصبح بتبين من الظهر أو بتبين من العصر جميلة إمريم من عرب الحلف جوابك صحيح على المثل الأول طبعاً فكروا لنا بالمثل الثاني حتى نأخذ يعني على المثل الثاني كمان أنيسي علاء محمود شرارة جوابك صحيح على المثل الأول شو مع المثل الثاني؟ إم سليم من ترعان بتقول بالنسبة للمثل الثاني أكيد الليلة السعيدة لا يا إم سليم بدك تغير الرقم بتبين من الصبح بتبين من الظهر او بتبين من العصر عندنا كمان هون هند شربيني من الناصر غير الرقم وارجعي لنا يا هند رقية سمري من الجديدة كمان غير الرقم وارجعي لنا بعد شوي رح نحذف إجابة بقولكو أكيد مليون بالمية سهام من حيفا اتحكنا له فات هو حماره ولكن الليل السعيد يا سهام ما بتبين من هناك من هالرقم غيري وارجعي لنا وشو رأيكم نحذف إجابة كثير بيقولوا لي احذف إجابة بصير أسهل الإجابة طبعا اللي بدنا نحذفها الليل السعيدة ما بتبين من الصبح يا جماعة الأغلب كتب لي الليلة السعيدة بتبين من الصبح ما بتبين أبدا من الصبح يا الظهر يا العصر واحدة من التنتين فعنا سعيد من الليد كلامك صحيح يا سعيد بيقول أحسن إيش نعزمهن برا بالنسبة لتحكنا له فاته وحماره فكرنا يا سعيد من الليد أكيد فكر لنا الليل السعيد من وين تبين؟ من الظهر ولا من العصر مهم جدا حذفنا شطبنا حطينا عليها اكس حذفناها الصبح لانه اغلب مشاهدي قناه هلا اختاروا الصبح الليل السعيد تبين من الصبح لا يا بتبين من الظهر يا من العصر صباح تحياتنا إليك اهلا وسهلا فيكي جواب صحيح عندنا هون نوف ماجد من توبة حذفنا الصبح يا نوف فكري لنا او من الظهر أو من العصر الليل السعيدة بتبين وأنا بعرف طبعا كثير ناس بيقولوا الكلام صحيح لأنه الصبح ما بنكون واعيين إذا الليل بدها تكون سعيدة أو مش سعيدة بنكون بعدنا نقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم هاي كل يوم لأنه اليوم الوضع بالأسواق بدها هالمصطلح المصطلح هذا هالآية هاي اللي احنا بنسميها هالجملة نقولها كل يوم لأنه يا فتاح يا عليم هو اللي بيعرف طبعاً بالعلم شو ساير لقدام وبعرف بالغيب ويا رزاق يا كريم لما بده يرزق كريم جدا اتكلوا عليه يا جماعة خاصة بهالفترة غادة من تمر الزعبية حذفنا يا غادة الصبح حذفناه ضل عليكي الظهر أو العصر واحدة منهم الليل السعيدة بتبين من الظهر الليل السعيدة بتبين من العصر بعد لنا الصبح حذفناه الصبح عطينا عليه إكس فاطمه مسير فعور من شعب الغي الصبح اعطينا الظهر او العصر ام حسام من ابو سنان حلو اول اجابه صحيحه على المثل الثاني يا جماعه توصلنا من ام حسام من ابو سنان خاصه بعد ما حذفنا الصبح اخترت الصح الظهر ولا العصر؟ أنتوا اختاروا زي ما عملت ام حسام من ابو سنان من القدس ومن الحج عثمان وزوجته ام العز بدران لما حذفنا الصبح يا حج اختار او الظهر أو العصر حذفنا الصبح الصبح مش موجود الصبح موجود بكرة أما اليوم لا <applause> عدنان سعيد من الناس جوابك صحيح على المثل الثاني يا عدنان الليل السعيدة بتبين يا جماعة الليل السعيدة بتبين من الظهر أو من العصر رقمين معنا اليوم حذفنا الصبح لأنه أغلب المشاهدين وبعدنا عم بشوف عايدة من دير حنا مثلا الليل السعيدة بتقول بتبين من الصبح لا يا عايدة حذفنا الصبح شطبناها محيناها محيناها كيف بمحوا اللوح محينا الصبح فاختاري انت او الظهر او العصر الليل السعيدة بتبين برضو بعد الصبح حذفنا الصبح يا جماعه امن من الريني مش موجوده مش موجود الكلمه حذفنا رقم واحد الحج فاطمه من شعب كمان بعد لي الصبح حذفنا الصبح يا حج فاطمه من شعب ضل عليكي ضل عليكي الليل السعيدة بتبين من الظهر أو الليل السعيدة بتبين من العصر سهلناها عليكم حذفنا إجابة طبعا صفاء من شفا عمر الرقم اللي اخترتيه صح مية بالمية عنا هون جميلة إمريم من عرب الحلف بعد ما حذفنا الصبح يا جميلة إمريم شو رح تختاري وبعرف إنه كتير ناس كانوا متعلقين بالصبح وبعدين ببعتوا بعرفش ليش ظاهر عشان شرب القهوة هناك الغلاية الصبح بتكون أسخن كرم علي الصالح لما حذفنا الصبح يا كرم ضل عليك تختار الظهر او العصر اما بالنسبه للمثل الاول صحيح كلامك كرم كرم علي الصالح من شفا عمر الليل السعيدة بتقول نجاح صبح من شفا عمر بتبين من الصبح يعني بالنسبه للعيلة هناك ولكن بعد ما حذفنا كلمه الصبح يا نجاح انجحي واختاري هناك من شفا عمر أو الظهر أو العصر واحدة منهن الليلة السعيدة بتبين من الظهر الليلة السعيدة بتبين من العصر وفاء دعاء غادة أدهم وهيثم كيوف من عسفيا حذفنا كلمة الصبح يا جماعة بعدكم تبعتولنا الصبح غيروا ابعتولنا نجلة مرعي من الفريدس كلامك صحيح الليلة السعيدة بتقول نجلة حتى بالفريديس بعد ما حذفنا الصبح بتبين من الظهر او بتبين من العصر ام فوزي من القدس كلامك صحيح يا ام فوزي بالمية الليل السعيدي كمان بالقدس بتبين يا اما من الظهر يا اما من العصر عواطف كيال ام محمد من المكر الليل السعيدي بعد ما حذفنا الصبح شو راح تختاري لانه الاغلب باعت لي الصبح وبعد بيبعتوا الصبح فرح من شفا عمر حذفنا يعني شو بدي اقول محيناها لكلمة الصبح مش موجودة معنا <applause> فرح غيري وارجعي لنا الليل السعيدة بتبين أو من الظهر أو من العصر كلمة الصبح يا جماعة مش موجودة معنا بالضبط هيك الليل السعيدة رنا زعبي من الدحي غيري عن الصبح الكل إذا ملاحظين يعني حذفتها بقول لكم مش موجودة تبعتوا الصبح سليم نخلي من الجولان عندكم غير شكل يا سليم بدك تغير يا إما الظهر أو العصر، أنت قايل لي من أول النهار بتبين الليل السعيدة خطأ، محينا أول النهار محينا الصبح كمان بعين قينيا. خلينا نشوف من عاهد عرو من جت المثلث الجواب صحيح جدا، الليلة السعيدة بيقول عاهد عرو من جت المثلث بتبين يا إما من الظهر يا إما من العصر وأنت اخترت طبعا يا عاهد جوابك صحيح 100% من جت المثلث، أسماء الياس من البعني انت عم بتجيبي لنا كلمات تانية اسماء بعرف انك كاتبه ولكن الليل السعيدة بتبين من الظهر او العصر وانت رحت الى اتجاه صحيح فغير الكلمه وابعتي لنا سناء حداد من ترعان جواب صحيح يا سناء وبعرف اهل ترعان يعني متاكدين من المثل بيقولوا الليل السعيدة اليوم اذا عندنا ليل سعيد بتبين من الظهر او بتبين من العصر حسن تحياتنا لك حسن من من تمره بفكر الجواب صحيح يعطيك العافيه وفاء ايضا مساء الخير ام اسماعيل مع الاحفاد من الناصري بيقولوا جواب صحيح كمان الليل السعيدة بتبين من الظهر او من العصر اجابتكم صحيحه ام اسماعيل وكل احفادها من الناصري وعنا سعيد من اللد تحياتنا لك يا سعيد واهلا وسهلا فيك كمان بدنا تفكر لنا بالمثل الثاني سعيد وتكون سعيد للاجابه لانه الليل السعيدة يا سعيد من اللد بتبين يا إما من الظهر يا إما من العصر فكر واحدة من التنتين عدنان زعبي من تمر الزعبية جوابك صحيح يا عدنان أكيد 100% الكلام جنى وعيسى حجاجري الجواب صحيح تحياتنا لكم بالحجاجري يا جنا وعيسى أيضا مساء الخير جوني رنتيسي من الرملي اتحكنا له بقول دخل هو حماره والليل السعيدي بعد ما حذفنا الصبح يا جوني رنتيسي من الرملي فكرنا يا اما من الظهر يا اما من العصر وحده منهن في غيرهن وحده من هدول التنتين الحج ابو حسام الحج يحيى من الطيبه بالنسبه للمثل الثاني الرقم لا مش كثير بدك تغير هن التنتين، يا واحد يا اثنين ضل عليك عندنا كمان صفاء من شفا عمر بعد ما حذفنا الصبح والصبح بدون واو يا صفاء بعد ما حذفنا الصبح بدك تختاري يا اما الظهر يا اما العصر الليلة السعيدة بتبين يا إما من الظهر يا إما من العصر حكمة أبو سالم والأحفاد من عرعر تحياتنا إلك حكمة اتحكنا له بقول فات هو حماره وتمام أبو سالم كمان من عرعر المثلث الليل السعيدة بتبين من بعد ما حذفنا طبعاً الصبح جوابك صحيح تمام أبو سالم وأحفادها وأيضاً تحية كبيرة لكل اللي عم بتابعونا بعرعرة كمان إلك إيه حكمة أبو سالم الجوابات صحيحة 100% وبعدنا بالفقرة الثانية زهيرة من كفر كنا بعد ما حذفنا يا زهيرة الصبح بعرفش ليش أنتوا يعني مت يعني متمسكين بالصبح ما بدكم تتنازلوا عنه بقول حذفنا كلمة الصبح مش موجودة معنا الليل السعيدة بتبين من الظهر أو من العصر بعودوا لي من الصبح خلص هيك متعودين من الصبح فنجان القهوة عنا هون إجابة صحيحة، هند شربيني من الناصر بتقول الليلة السعيدة بتبين كلامك صحيح يا إما من الظهر يا إما من العصر. جواب صحيح خليل عكري وأمينة حجازي من كابول وطمرة جوابك صحيح وكمان بتمرة هيك بيقتنعوا طبعاً بالأمثال بيقولوا إنه الليل السعيدة إذا عنا ليلة سعيدة اليوم بتبين يا إما من الظهر يا إما من العصر ومرات بتقول لا الظهر زبط ولا العصر زبط سهام من حيفا بدك تغيري يا سهام وترجعي لنا رقية سمري من الجديد جوابك صحيح تحياتنا لكم بالجديد الليل السعيدة بتقول رقية بتبين يا إما من الظهر يا إما من العصر ورقية سمري من الجديد اختارت الكلام الصحيح رولا أبو خلف كمان جوابك صحيح أم فريد من كفر كنا بتقول كل أمثالك اللي بتختارها بتيجي على الوجع <applause> فشيت غل كتير ناس الليلة والليلة السعيدة بتقول بتبين من كلامك صحيح يا رولا أبو خلف مش إنه فشت غل ولكن إحنا طبعا عنا مرات خجل يعني حلو بمجتمعنا يكون خجل من أشياء معينة حتى ما نزعل حدا تاني منكون خجلانين يعني بدنا نقول له هاي الكلمة يمكن تكون تجرع الكلمة فإحنا بنمسكها منقول بلاش تطلع خليها بالقلب زي ما قال المثل ولا تطلع لبرا وتفضح يعني تجرح بالقلب ولا تفضح مرات كتير أو تعمل زعل فإحنا بنقول مرات لا بس اليوم بعصر السرعة حلو الإنسان يتقبلوا كمان صراحة الإنسان الآخر اللي قبالهم يعني كل يوم كل يوم كل يوم يا جارتنا بدك تيجي لعنا الصبح بس قولي مثلا في خصوصية لهذا البيت مرات منقول إحنا حلو الإنسان يكون مزوئ اليوم جيتي بكرة بلاش وبعده بلاش تعالي بعد بكرة لك أكثر فعم بكتبولي لي انه عم تحكي عنا، احنا مش قادرين نحكي، ولكن انت بتلعلع عن 100 حدا، بالضبط هيك، <applause> بالدقيقه الوحده، فبفكر انه رساله قناه هلا اليوم من خلال برنامجنا هي الخجل اللي مرات بيكون على حساب خصوصيتنا احنا وزعلنا احنا بنبسط الناس الثانيين، اليوم اذا بتلاحظوا الازواج الشابه ما بتحسب حساب انه فلان زعل او ما زعل علينا شغل متاسفين مش رح نقدر نستقبلك وما بنزعل ما بنزعل عليهن شغل حقهن بدهن يلبسوا اولادهن نصبح احنا عندهن من الصبح قاعدين شو حضري لنا فنجان القهوه مش فاتحه كافيتيريا ببيتها مثلا هي بالضبط هيك وعم بحكي عن كثير ناس ابو العبد من يافت الناصري كلام صحيح وممكن بكرة ولا جار يجي لعنا ممكن الله أعلم كل واحد حسب زعله على كل حال أبو الأمل من عسف يا جواب صحيح يا أبو الأمل لا ما حدا بزعل صدقوني ولا حدا بزعل من الصراحة عشان هيك دائما يعني أستاذ بسام بضل يقول التوعية فوق كل شيء ليش بيقول التوعية فوق كل شيء لأنه ولا إنسان ممكن يزعل من صراحتك لأنه تاني يوم رح يقول والله أنا زعلت صحيح ولكن هو على حق مش راح ازعل منه وراح اشكره لانه حكاني بصراحه وما خبى، اشي مضايق ليش اخبيه انا؟ على حسابي انا تكون انت مبسوط وانا متضايق؟ لا خلينا نكون صراحه هيك الناس كلها عايشه بصراحه اليوم بلاحظ كثير ناس، في ناس لا مثلا سالي وديع فرسان محاجني من ام الفحم، الجواب صحيح الليل السعيده يا جماعه بتبين من الظهر او من العصر. وكثير ناس بتقول والله الكلام صحيح مرات احنا من مش مركزين شو علينا بالليل ناسيين حتى الليل السعيدة بتبين من كلام صحيح آمن من الريني خلينا نطلع فاصل بعد الفاصل رح نكشف الظهر ولا العصر خليكم مبسوطين مع هلا عدنا مشاهدينا للمتابعة الفقرة الثالثة والأخيرة لبرنامجنا اليوم ولكن قبل هيك أكم تفاعل سريع عشوائي بنختاره كرم علي الصالح من شف عمر الليل السعيد بيقول كرم بتبين كلامك صحيح من الظهر أو العصر بعد ما حذفنا الصبح فرح من شف عمر كمان جوابك صحيح يا فرح ايضا من شفا عمر طلعنا لوين؟ لدير حنا، عايدة من دير حنا كمان جوابك صحيح، الليلة السعيدة بتبين من العصر يا جماعة، لا من الصبح ولا من الظهر، بالضبط هيك، إميل سمعان من الناصري كمان، الليلة السعيدة بتبين من العصر، ختام لبرنامجنا اليوم مثل حلو كثير ممكن كان معنا بالزمانات يعني أول ما بدي البرنامج على الكفالة طلبوا مني كثير اليوم ناس نحكي على الموضوع لأنه كمان زي ما بنخجل نقول لجارنا أنه كل يوم كل يوم عنا كثير صارت مضايقة الكفالة يا جماعة كثير ناس بتكفل حدا اليوم خاصة بالوضع بالوضع الاقتصادي الصعب أي بنك بده كفيل فبنروح احنا بنكفل الإنسان الكفالة أولها شهامة بنقول احنا منتركش احنا عندنا الشهامة موجودة بعاداتنا وتقاليدنا فنكفل هالإنسان تاني الكفالة هي طبعا إيه يعني الغرامة بتفعش هو مندفع احنا صحيح يعني الكفالة اولها شهامي تانيها غرامي تالتها شو تالتها هل يا ترى ندامة منتندم انه كفلنا او عنادي مندلم عن معندين انه عملنا منيح واحنا من الشهامة نتعلم أو ثالثها سعادة بروح هو بدفع فإحنا بنكون سعداء انتبهوا كتير الكفالة للي كفلانين واليوم ذكرناهن أنه عليهم دفعة عن فلان بالضبط هيك <applause> الكفالة أولها شهامي تانيها غرامي تالتها ندامي برقم واحد عنادي الإنسان عنيد برقم تنين أو سعادة برقم ثلاثة خلينا نشوف وبعد ما عرفنا أنه الليلة السعيدة بتبين من العصر ذكرناكم بهالليل السعيدة بكفالة أنتم عاملينها لناس ومش عم بدفعوا لأنه بعد ما أخذوا اللي بدهم إياه من البنك نسيوكوا بتصيروا أنتم زي كأنه شو مع الدفعة مش فاضيين لك إحنا بالضبط هيك كتير ناس بتقول لك اكفلنا فلان أجا عنا بحياتك اكفلنا وترجانا وعملنا البحر مآتي بالضبط هيك فرحنا احنا كفلنا اولها شهامي، بينا قديش احنا عندنا من الشهامة الكثير ثانيها دفعنا عنه الغرامه لانه ما دفع ثاني شهر دفع شهر واحد وثالثها الندامي، تالتها العنادي او تالتها السعاده فكتير ناس اليوم راح تتذكر شو كفلت وشو صار معها الحج أبو حسام الحج يحيى من الطيبة عرفنا طبعا أنه الليلة السعيدة بتبين مثل ما قلت من العصر وفاء دعاء غادة أدهم وهيثم كيوف من عسف يا كلامكم صحيح الليل السعيدة بتبين من العصر أروى محمود شرارة كمان جوابك صحيح على المثل الثاني المثل التالي الكفالة يا جماعة أولها بكون الإنسان شهم آه باجي معك على البنك ليش لا بمضي ما هي إمضة وإنت أكيد رح تدفع فبروح معه أنا أو بروح معها بكفلها بتدفع شهر وبتغيب وين موجودة بدبي مش مش موجودة بالبلاد وانت روح ادفع عنها بالضبط هيك فتانيها غرامة تاني اشي تالتها بعد ما دفعنا الغرامي تالتها ندامي الكفالة او عنادي او سعادة واحدة منهن صحيحة واللي كفلان هو بعرف بالضبط شو ثالثها أروى محمود شرارة من الناصري جوابك صحيح يعطيك العافية أروى أيضا آه الله يسعدك شكرا آه ولا مين هنا يوسف صبح من جولس تحياتنا لك يوسف جوابك صحيح الليل يا يوسف بتبين من العصر منتهى من عكا كمان جوابك صحيح أهل عكا أكيد بعرفوا مش من الصبح يا من الظهر يا من العصر والليل السعيدي بتبين من العصر الكفالة يا جماعة بالمثل التالت وحلو نختم بمثل من هالشكل يذكرنا انه ما نكفل حدا اليوم بالذات يعني اقرب الناس يا جماعة اليوم بطلبوا منا نكفلهن فكروا سبع مرات قبل ما تقولوا لهم نعم ليش؟ لانه بس نكفلهن وياخذوا اللي بدهم اياه من البنك احنا مش موجودين بحياتهم بالضبط يعني بتصير تتصل ما يردوش او مثلا بدك تذكرهن عليكوا دفعة بقول لك ادفع انت ما انت كفلتنا فالكفاله اولها شهامه بنكون احنا الشهامه عندنا درجاتها عاليه ثانيها غرامه بندفع احنا عنهن فالغرامه بندفعها احنا زي كانه مخالفه علينا كل شهر وثالثها ندامي ثالثها عنادي برقم اثنين او ثالثها سعادي بعد ما هن دفعوا برقم ثلاثه وكل كل اللي عم بكتبوا لي بقولي صارت معنا صارت معنا وتالتها بالضبط هيك أمير من الناس جوابك صحيح يا أمير وأبصر مين كفلان أمير الله أعلم الليل السعيدة بتبين من العصر جميلة إمرين من عرب الحلف جوابك صحيح محمود وليال وريتال وسارة وعمر الزعبي من الطيب الزعبي الليل السعيد بتبين من العصر ولكن بهالليل السعيدة ذكرتكم بنهاية برنامجنا بعد له 13 دقيقة تماما ذكرتكم بموضوع الكفالة أكيد لابد بحياتكم مر عليك حدا قالكوا تعالوا اكفلوني احنا اصحاب احنا اهل احنا جيران احنا من نفس الحاره احنا من نفس البلد تعالوا اكفلوني فانتوا طبعا قلبكم طيب رحتوا كفلتوهن الكفاله اولها شهامي وكن كان عندكم قدر من الشهامه لا يستهان به مثل ما بنقول باللغه العربيه قدر من الشهامه رحتوا على البنك اه انا بكفله قال لك المدير او الموظف موظف البنك بتكفلوا للاستاذ فلان او بتكفليها للاستاذ فلاني قلتي لها انت اه انا شهامه عندي 270% بدم الشهامه فمضيت انت وعلقت هناك او علقت لانه الكفاله اولها شهامه ثانيها هي طبعا اخذت المصاري وعملت المشروع اللي بدها اياه وسافرت وثاني شهر وثالث شهر اجا البنك قال لك تعالي لهون ما انت الشهامه اللي عندك مضيتي تعالي ادفعي عنها او تعال ادفع عنه فرحتوا انتوا تانيها غرامي دفعتوا تانيها غرامي وتالتها هي ضلت بدبي او سافرت على الولايات المتحده او على لندن تعمل شوبينج ممكن وتالتها ندامي الكفاله أو عنادي أو سعادي وكتار كتبوا لي صارت معنا والكلمة الصحيحة من أمير 100% أيضا سامر من يافت الناصري بيقول لي صارت معي وتالتها الكلمة صحيحة 100% فالله يعود عليك شو بدي أقول يعني يا سامر ويا أمير ولكن بتعلم الواحد من غلطه ما يكفل حدا اليوم الليل السعيد بتبين من العصر نجاح صبح من شف عمر وبالنسبة للكفالة بعدني مش كفلانة، حدا على مهلك مساء الخير جوني رنتيسي من الرملة الليل السعيد بيقول بالرملة كمان بتبين من العصر جوني إذا كفلان حدا فكر لنا هناك الكفالة أولها شهامي تانيها غرامي ثالثها ندامي برقم واحد عنادي برقم تنين أو سعادي برقم تلاتين نسرين مطانس من حيفا الليلة السعيدة يا نسرين كمان بحيفا بتبيني من العصر العصر بنعرف إذا الليلة مبسوطين بحيفا أو لا ومبسوطين مع هلا أكيد بكل مكان وبكل الأوقات شكرا لك ويعطيك العافية نسرين إذا كفلاني حدا مرة فكري لنا أولها كنت عندك الشهامة 270% ورحت كفلتي ثانيها غرامة هن أخذوا المصاري وهربوا أنت دفعت عنهن ثالثها ندامي برقم واحد عنادي برقم تنين أو سعادي برقم ثلاثة وكل اللي كفلانين جاوبوا صح مية بالمية سائر معهن تعلموا من غلطهن الليل السعيدة بتبين من العصر رنا زعبي من الدحي بدي أقول لك كمان مرة محينا كلمة صبح محيناها مش موجودة من العصر صحيح 100% رنا وعليكم السلام ام العبد من يافت الناصري الليل السعيدة بتبين من العصر بهاللحظات عشر دقائق تماما والعد التنازل ابتدأ للمثل الثالث بدنا نعرف منكم كل اللي كفلوا او ما كفلوا الكفاله يا جماعه اللي بيكفلوا بيروحوا بيكفلوا فلان ندفع عنه اذا ما دفع بندفع عنه مع انه راح يدفع بدفعش فاحنا الكفاله اولها شهامي بنكون عندنا من الشهامي قدر لا يستهان به بنمضي عنه بالبنك احنا الكفلاء لها, ال... لها الانسان او لها الانساني ومنفكرهم انه ماشيين دغري فباخذوا من المصاري او القرض من البنك بيشتروا هالسياره وبهربوا فيها واحنا تانيها غرامي وثالثها ندامي برقم واحد عنادي برقم تنين او سعادي برقم ثلاثه واللي كفلان جاوب صح 100% لانه بعرف انا بعرف انه كثير ناس جاوبت صح لانه عن تجربة كتبوا لي صار معنا هيك وهذا إشي بيسعدنا ولكن ما بسعد طبعا اللي صارت معاه بسعدنا إنكم عرفتوا الجواب ولكن ما عاد يتكرر يعني أي حدا رح يجي يقولنا اكفلنا بهالوقت الصعب مش رح نكفله أبدا ويزعل هاي مثلا على شكل على, على قصة الزعل إنه مرات بيزعلوا الناس هاي الشغلة مثلا بيجي عندك صاحب صديق مقرب اليوم يعني الأصدقاء قلائل بنعدوا على أصابع اليد الواحدة ناقص اصبع حتى مرات فمنقول احنا انه اذا بدنا نكفلهن بيجي بقول لك تكفلني بدي اشتري سياره بدهم كفيل بالبنك اذا بتقول له لا بزعل لانك انت صديقه ولكن حلو الانسان يستعمل راحته انا ما بكفل حدا لانه اولها شهامي بدي ابين انا عندي الشهامه عاليه ثانيها غرامي هو راح ياخذ السياره ويهرب فيها بعرف شوين وانا بدي ادفع عنه وثالثها يا ندامي يا عنادي يا سعادة وكل اللي كفلوا حدا وصارت معهن كاتبين لي عن تجربة مية بالمية المثل مية بالمية الكلام وإن شاء الله أنه تعلمتوا من تجربتكم ما حدا يكفل حدا يا جماعة مساء الخير نادية رنتيسي من الرملة الليلة السعيدة بتبين من العصر انسونا من الليل السعيدة خلينا بالكفالة بعد معنا 8 دقائق فقط الحج أبو حسام الحج يحيى أول إجابة كمان بتصلنا مع أمير من الناصر على الكفالة صحيحة جدا كمان كان حدا غير أمير وغير الحج كمان جوابات صحيحة صاروا ثلاث جوابات يسرى أبو ريا من سخنين مية بالمية الكلام كمان على الكفالة يسرى الظاهر على الآن شي مرة بكفيل أو كفيلة فيعطيك العافية فاطمة سير وفعور من شعب كمان جوابك صحيح على الكفالة لأنه عن تجربة أولها شهامي ثانيها غرامي ثالثها الكلمة اللي اخترتيها أنت هناك يا فاطمة سير فعور من شعب أروى محمود شرارة من الناصري كمان مقضي بالكفالات الظاهر أروى ومش راح تروي لحد الاسم أكيد أروى لأنه أولها كفالة أولها شهامة منكون إحنا عنا من الشهامة الكثير ثانيها غرامة بندفع عنه أو عنها وثالثها زي ما ذكرتي يا أروى محمود شرارة ندامي عنادي أو سعادي وجواباتكم صحيحة عم توصل شكرا لكم على الكلام الحلو للبرنامج الكفالة أولها شهامة وآخرها في تانيها غرامي وثالثها مية بالمية منى فلاح ام جهاد من كفر سميع الظاهر كفلاني حدا يا منى ام جهاد الظاهر هيك عم بتقول لي العصفوره ممكن خليل عكري وامينة حجازي من كابول وتمرة يعني من العصر مية بالمية ولكن الغرامي احنا كاشفينها اولها يعني شهامي تانيها غرامة تالتها أنتم بدكم تختاروا يا خليل عكري وأمينة حجازي كابول وطمرة تالتها ندامي تالتها عنادي أو تالتها سعد وباقي من الوقت ست دقائق تقريبا كرم علي الصالح ظاهر الظاهر كفلان حدا كاين بشفا عمر كرم علي الصالح من شفا عمر جوابك صحيح 100% وما تتكرر ابدا 100% لانه بس نكفل حدا وتصير معنا الثلاث اشياء صعب حدا يجي يقنعنا بيوم تعال اكفلني او تعالي اكفليني صعب 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 الليل السعيد بتبين من العصر يا جماعه كلام صحيح من سناء حداد من ترعان والظاهر سناء حداد بترعان كمان كاينة كفلانيتها او شي صديقه او صديق او حدا مقرب من العيله لانه الجواب صح فالكفالة اولها شهامي ثانيها غرامي احفظوا هذا المثل ثالثها بالضبط يا ندامي يا عنادي يا سعادي حلو كتير حلو كتير عم بتجاوبوا صح من تجربة بكتبوا لي أنيسي علاء محمود شرارة من الناصري مية بالمية الكلام والظاهر أنيسي كمان كاين عندك شي كفيل أو كفيلي ومن القدس الحج عثمان أهلا وسهلا فيك الكفالة أولها شهامي وتانيها غرامي وآخرها الظاهر يا حج أبو محمد الحج عثمان كفلان لك شي حدا بسلوان صحيح ومش دافع هو، فانت رحت دفعت الغرامه وكنت شهم جدا لكفلته، وتالتها زي ما ذكرت حج عثمان ابو محمد، الليله السعيده بتبين من العصر الحج مصطفى من دير الاسد 100%، والكفاله اولها شهامه بيقول الحج والظاهر عنده خبره، تانيها غرامي وتالتها بيقول الحج مصطفى كلام صحيح 100% من دير الاسد، يعني كثير اليوم بعد ما كتبنا المثل كتبوا لي انه ما عدناش نعيدها قديش متضايقين من الموضوع لانه كنا عنا قدر كبير من الشهامه رحنا كفلنا فلان او فلاني ثانيها هن هربوا بالمصاري واحنا رحنا دفعنا الغرامه لانه البنك بقول لك تعال هون انت الكفيل كفيلك هرب تعال ادفع انت الكفيل البديل عنه بالدفع كمان مش بس انه رحنا مضينا الإمضى السريع بالبنك وثالثها بعد ما احنا مضينا ودفعنا ثالثها يا ندامي يا عنادي يا سعادي والأغلب لو تشوفوا الرسائل اللي بتوصل سهام من حيفا عارف الموضوع لأنه مقضي كتير ناس لي إنه صارت معنا كتير ناس عن تجربة شخصية ما عدناش نكفل حدا أسعد أبو الفول من شفا عمر الجواب عندك بالنسبة للمثل الثالث بدي أنزل 70 متر لتحت وبعدني بنزل وما وصلتش جواب صحيح أنيسي أبو الفول من شفا عمر الجواب صحيح يا أنيسي كمان على المثل الثالث والمثل الثاني الليل السعيدة بتبين من العصر هيك قال المثل وما كذب ثلاث دقائق تفصلنا عن نهاية البرنامج إم فوزي من القدس كمان يا إم فوزي بقول لكم بالقدس أبصر مين كفلاني ومش دافع هناك الكفيل فأولها شهامي ثانيها غرامي ثالثها زي ما قالت إم فوزي من القدس لبنى فهوم من الناصري كمان من العصر مئة بالمئة الليلة السعيدة بتبين والظاهر لبنى فهوم من الناصر أبصر مين كفلاني صديق أو صديقة حدا من العيلة بعرفش مش راح نقول أسماء ولكن لبنى فهوم بتقول ثالثها مئة بالمئة الكلام لبنى لأنه أولها شهامي كنت عندك من الشهامي القدر الكبير يا لبنى فهوم رحت بعدين دفعت الغرامة عن اللي كفلتيه بشهامي وثالثها زي ما ذكرت يا لبنى ندامي عنادي او سعادي بعد معنا ثلاث دقائق الا شوي ام حسام من ابو سنان الجواب صحيح كمان ام حسام من ابو سنان بعت وراها البنك وقال لها تعالي ادفعي عن الكفيل اللي مضيت عنه وعملت امضايتك زي كانه عم تمضي عن كلينتون بالضبط هيك امضى سريع او عن شو اسمه اليوم <applause> بلاش نذكر سياسي هاني قدوره من المكر الجواب صحيح الليل السعيد بيقول بتبين من العصر وبالنسبه للكفاله 100% الظاهر هاني قدوره من المكر كان عندك قدر كبير يا هاني قدوره من الكفاله كمان صحيح لانه اولها شهامي كنت شهم كبير يا هاني قدوره من بعدها رحت دفعت عنه الغرامي اللي كفلته او كفلتها وتالتها يا ندامي يا عنادي يا سعادي واحدة من هنا وانت اخترت الاسم الصحيح والكلمة الصحيحة منتهى من عكا جوابك صحيح كمان أهل عكا مقضيين مع الكفلات يا جماعة أبو الأمل من عسفيا جوابك صحيح يا أبو الأمل من عسفيا بيقول الكفيل دائما خسران هاي عن تجربة هاي مش أنا قلت له يقولها أبو الأمل من عسفيا على امل انه ما عادت تتكرر كمان تكفل حدا اكيد يعني متاكد انا مش رح تكفل حدا ابو الامل من عسف يا بقولنا كمان الليل السعيدي بتبين من العصر 100% وان شاء الله كل الليالي يا جماعه تكون سعيده وتبين قدامنا سنه سعيدة كمان بدنا نأخذ آخر تفاعل الكفالة أولها شهامة آخرها ندامة وبالنص عنا غرامة من عسف يا أبو رامي حسين تحياتنا إلك أنت بتكون معنا طبعا قبل الأخير اليوم أم أدهم والأحفاد من شفا عمر الجواب صحيح بالنسبة لليلة السعيدة بتبين من العصر والكفالة أولها أولها شهامي ثانيها غرامه ندفع عنهن، وتالتها ندامه وتاكدوا من الكلام، وكانوا يقولوا انه كمان في كلمه شوك شين واو كاف يقولوا الش الشراكه من شركه انه نشارك حدا بموضوع او بمشروع الواو الوكاله نكون وكلاء عنه وطبعا الكاف هي الكفاله فهاي الكلمة جمعوها مع بعض ثلاث مواضيع وقالوا هذا الشوك ومين بيقرب من الشوك يا جماعة الشراكة والوكالة والكفالة الثلاث شغلات مزعجات جدا ورح يعملوا لكم مشاكل والكفالة أولها شهامة ثانيها غرامي وثالثها زي ما عرفنا ندامي راح تتندموا إنه كفلتوا هالإنسان أو هالإنساني وتذكروا دايما تحكنا له فات هو حماره والكفالة زي ما ذكرنا ثلاث اشياء والليل السعيده بتبين من العصر بتمنالكم لكم ليله سعيده مع قناه هلا في تمام السابع على البرنامج الاخباري هذا اليوم نلقاكم على خير ان شاء الله غدا بكره الخميس هلا بالخميس ومبسوطين مع هلا على طول الى اللقاء